ما كانش دايما راضي عن نفسه. وانا اعتقد انه حافظ من المذيعين الممتازين اللي خسرته من الشاشه. طبعا طبعا. يوسف احنا اتكلمنا عنه بس ممكن نقول عنه كمان. طبعا هنقول عليه ايه ولا ايه؟ يوسف نرجو ان المره دي يرجع بصحيح ويرجع قريب وبلاش دلع بقى. ان شاء الله. استاذ حمدي كان في سؤال كنت بساله لما كنت بشوف قلم رصاص. هو ليه استاذ حمدي مسميه قلم رصاص مع ان كل اللي بيقوله استاذ حمدي بيسكن في الوجدان على طول وما بتمسحش زي الحاجات اللي بتتمسح بالقلم الرصاص؟ انا طبعا سالت السؤال ده كذا مره يعني وعمري ما اديت اجابه. بالظبط. انما لو حبيت اقول لك لاول مره ايه الاجابه اللي كانت ما كنت اعنيه بقلم رصاص، ان احنا يا هنتحاور بالقلم، يعني يا هنتحاور بالفكر. إذا ما تحاورناش بالفكر مش هيكون فيه إلا التحاور بالرصاص. ده اللي كان أصلي من ورا الاسم. ده مضمون يعني بيلخص المسألة بشكل كبير جدا، فكرة العلاقة في المجتمع حتى يعني. إذا لم نتحاور بالفكر فهنتحاور بالرصاص. إنما على أي حال ناس كتير كان ليها، وأنا كنت سعيد جدا بمعرفة الناس استخلصت إيه من الاسم ده.